السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال المعروف السيد محمد البكري، صاحب شركة المعراج للمقاولات في منطقة أرصيفة. سيد محمد البكري أكيد أشهر من أن تعرف في هذا القطاع، قطاع المقاولات، وغني عن التعريف ولك الباع الطويل ما شاء الله عليك. حابين نعرف السادة المشاهدين بداية، من هو السيد محمد البكري؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد البكري رجل من المجتمع اللي بيخدم الوطن. نعم. بدأنا في قطاع الإنشاءات بعد ما درسنا الهندسة في الهندسة التطبيقية. نعم. وأنشأنا شركة مقاولات من سنة 2004. ما شاء الله. وبدأنا في قطاع الإنشاءات، قبل كنا نشتغل في مشاريع وقطاعات حكومية وخاصة. نعم. والآن انتقلنا إلى شركة القطاع الخاص اللي بنملكه إحنا، وبشاركني في العمل أبنائي مهندس أنس البكري والمهندس بلال البكري. نعم. الشركة تقوم على قطاع الإنشاءات، وتركيزنا الأكثر على قطاع العطاءات الحكومية. نعم. ونقوم في إنشاء العطاءات الحكومية في جميع أشكالها وجميع ميادينها. نعم. في كافة المحافظات خاصة محافظات الوسط. نعم، يعني نتحدث عن أبرز النشاطات في هذه الشركة التي قمتم بها مؤخرا سيد محمد البكري. قمنا في مشاريع لمديرية الأمن العام والمديرية العامة للدرك. نعم. وكذلك قمنا في إنشاء المركز التنموي في محافظة الزرقاء، المشروع مقدم للديوان الملكي عن طريق دائرة شؤون فلسطينية. ما شاء الله. وهو مشروع خدماتي في يشمل قاعة متعددة الأغراض لمديرية لدائرة شؤون فلسطينية، وكذلك لجنة خدمات مخيم الزرقاء. هذا المشروع الأخير اللي الآن في طور التسليم له. نعم، يعني أكيد إحنا محافظة الزرقاء أكيد ثاني محافظة في الأردن، أكيد محافظة العريقة، يعني أكيد إحنا دائما من حي جهودكم سيد محمد البكري، الجهود البناء أكيد لهذا القطاع وإنشاء أكيد زرقاء جديدة من بداية من سيد محمد البكري. أكيد أنت ممثل الآن في قطاع المقاولات، يعني إن شاء الله تتطور الزرقاء أكثر إن شاء الله في هذه المشاريع. يعني سيد محمد البكري، شو بتتميز هذه الشركة، شركة المعراج للمقاولات؟ هذه الشركة تتميز بالكفاءات الطيبة والكفاءات النشطة. نعم. والكفاءات الشابة، يعني إحنا بدأنا بالعمل من سن طويل، والآن غذينا هذه الكفاءات بالمهندسين الجدد. نعم. في الخبرات الجديدة وفي النشاط الجديد وفي العروق. نعم. الجديدة. نعم. حتى تنشئ يعني للمجتمع بنية قوية وبنية يعني حديثة. نعم. حسب المواصفات المعتمدة في دائرة في وزارة الأشغال العامة ودائرة المواصفات والمقاييس على الجودة وعلى الطريقة الهندسية الفنية الجيدة. جميل. يعني سيد محمد، كيف ترى تطور قطاع المقاولات؟ هل هو متطور بالشكل الملحوظ في الأردن؟ قطاع المقاولات يعني تعتري بعض المشاكل الفنية والمالية. نعم، شو المقصود بمشاكل فنية والمالية؟ المشاكل الفنية، الخبرات الموجودة في المجتمع وفي قطاع المقاولات، يعني في زخم فيها، وهذا الزخم يعني يحتاج إلى تأهيل أكثر وإلى عمل صورة من الدورات التأهيلية للمقاولين وللمنفذين للمشاريع بصورة أفضل، حتى يتعرفوا على المواصفات وينفذوا المشاريع على أعلى درجة من المواصفات. جميل. يعني هل تواجهون أي مشاكل أو معوقات أخرى سيد محمد البكري من جهات معنية؟ الصورة الأكثر فيها الصورة المالية، يعني بعض التأخير في بعض الدفعات للقطاعات الحكومية من القطاع الحكومي. نعم. قطاع الحكومة، كذلك القطاع الأهالي والقطاع الخاص، يعني يدخل إلى قضية المضاربة والسعر المنخفض واختيار السعر الأقل. نعم. فاختيار السعر الأقل بيعطي كفاءة أقل والجودة أقل للمشاريع التي تنفذ في هذا القطاع. سيد محمد البكري، يعني لمين بتوجه رسالة؟ أكيد من هو المسؤول عن تخلف الأمور المالية؟ أكيد يعني أنتوا أكيد تعملوا عمل، بتشتغلوا، بتنجزوا ما شاء الله عليكم، ما بتقصروا أكيد، مع احترام القطاع الحكومي أكيد، يعني للدوائر الحكومية بشكل عام إحنا بنحكي، لكن من هو المقصر في حقكم؟ هلا التقصير هو يعني متراكم، يعني الوضع الاقتصادي في الظروف الاقتصادية يؤثر كثيرا على كل القطاعات، ومن هذه القطاعات قطاع الإنشاء.
قطاع الإنشاءات قطاع واسع ويعمل ضمن هذا القطاع وتحت مظلة هذا القطاع فئات كثيرة من المجتمع. الصانع يدخل في قطاع الإنشاءات، والمنفذ والعامل والبناء والتاجر، كل القطاعات تدخل في قطاع الإنشاءات. هذا قطاع مظلته واسعة وتحتاج إلى دعم قوي من المجتمعات الاقتصادية حتى يعني يستمر هذا القطاع وانتعاشه والعمل فيه ينعش كذلك الاقتصاد في الجوانب الأخرى والقطاعات. أكيد أكيد يعني سيد محمد البكري، احنا بنحيي اكيد الجهات المعنيه، لكن اكيد يعني التقصير يمكن مضر اكيد مصلحتك وعملك، يمكن ما بتقدر تكمل مشروعك ايضا. نعم يعني سيد محمد البكري، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لشركة المعراج للمقاولات؟ هل لكم اكيد لكم طموحات دائم ان شاء الله؟ الطموحات مستمرة والعمل دائما يعني يستمر في هذا القطاع، وفي هذه الشركة بتتطور يوم على يوم، تكبر في قدراتها وفي خبراتها وفي موظفيها، وبالتالي هذا التطلع يعني هو تطلع يعني كالمجتمع. يعني حتى نعمل في كل القطاعات وكل القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية نسعى إلى زيادة يعني حجم العمل وزيادة عدد العاملين في هذه الشركة حتى تنمو وتكبر بصورة أكثر. أكيد يعني سر نجاحك سيد محمد البكري ما هو؟ أكيد لك سر نجاح في هذه الشركة العريقة. الله يبارك فيه. هو يعني النجاح في القطاع الإنشاءات أو في قطاع الحياة العملية المهنية يتطلب نوعين. الإخلاص في العمل. والدقة في العمل. أكيد. وهذه القضية متوفرة إن شاء الله في هذه الشركة وفي هذا العمل، ونسعى إلى تطويره وإلى تحديثه وإلى الحثاث فيه، ولكن احنا بنحتاج الى الايدي الفنيه الماهره. الايدي الفنيه الماهره 80% من العمال الوافد في البلد. تتغير، وبنعاني من مشكله التصاريح ومشكله العمل ومشكله التغيير. يعني وزاره العمل ما بتتعامل معكم سيد محمد؟ ليس بطريقه مباشره، احنا بنعمل تصاريح للعمال اللي عندنا. لكن العماله يعني كونها وافده كل فترة وفترة بتتبدل بتتغير، لأنه في ناس بتسافر ما بترجع، وفي ناس بتأهلها وبتعلمها من جديد. والقطاع المهني الأردني يعني محدودية العمل فيه، يعني بعض المهن ما بقبل عامل أردني ولا الأردني يدخل إلى هذا العمل أو هذا القطاع أو هذا. هل يوجد ثقافة عيب عند العامل الأردني؟ يوجد، يعني هذه ثقافة العيب موجودة في كل القطاعات للأسف. والإنشاءات أهم شيء موجودة فيها، خاصة العامل الذي لا يملك الخبرات الفنية. نعم يعني الخبرات الفنية والعملية أيضا. العملية طبعا، العملية هو العامل الأردني إذا كانت بنيته قوية وبنيته جيدة يرفض العمل في قطاع الإنشاءات في كعامل. يعني شو بتحب توجه رسالة لكل شاب بسعى دائما للعمل للتغيير للنجاح؟ العامل الأردني يبدو أنه لازم يعني هو يدخل في قطاع الإنشاءات أو في أي قطاع آخر بهمة قوية ويتعلم من وعزيمة منها قوية أكيد. منها كل المطلوب منه حتى يكون بديل عن العامل الوافد. أكيد 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 أكيد. يعني من صار على الدرب وصل لكل مجتهد النصيب. مضم صوتي إلى صوتك سيد محمد البكري. أمانة عمان أكيد لها دور مهم معكم، أكيد تتعاون معكم؟ تعاونها يعني جيد في متابعة مشاريع داخل عاصمة عمان، داخل العاصمة. نعم يعني بتتعاون معكم. نتعامل معكم. بتوجه لهم رسالة شكر؟ بنوجه لهم رسالة شكر على الحثاثة في المتابعة والاهتمام في قطاع الإنشاءات، فتح الآفاق للمواطنين. يعني المواطن لما بيبدأ يبني في منطقة جديدة تدخل في تنظيمها وتدخل في خدماتها جديدة، نجد الأمانة عندها حثاثة في إيصال الخدمات من طرق وشوارع أكيد احنا نوجه أيضا دورنا قناة جوسات، نوجه رسالة أكيد رسالة شكر لأمانة عمان أكيد لدورها دورها لهذا القطاع، اكيد دور رئيسي ومهم. نحكي ايضا بالبنيه التحتيه ايضا انشاءات اكيد وطرق ان شاء الله وابنيه. يعني سيد محمد البكري، منطقه الرصيف اكيد الخدمات في هذه المنطقه، هل يوجد فيها مشكلات او معوقات في هذه المنطقه؟ منطقه الرصيف احنا اخذنا عطاءات خاصه في بلديه الرصيف. نعم. تخدم المواطنين، وفي عطاءات استثماريه لنفس البلديه، انشانا الطابق الإضافي لمجمع الدوائر الحكومية في الرصيفة، وأنشأنا عدة مشاريع تأهيل بلدية الرصيفة وخدمات في المواطنين التابعة لبلدية الرصيفة. بلدية الرصيفة يعني تمتاز بالتوسع الأفقي المستمر. وحجم البلدية يعني النفقات في البلدية لا تغطي التوسعات الموجودة،
ففي هذه توسعات يعني كثيرة موجودة في المنطقة تحتاج إلى خدمات أكثر من فتح وتعبيد للشوارع، من إيصال خدمات المياه والمجاري والخدمات الأخرى، كذلك تنظيم المنطقة بصورة يعني أدق، لأنها كثير منها انبنى بطريقة العشوائية والنزوح اللي تم للوطن. نعم. يعني أثر على هذا التنظيم وعلى هذا المواقع. يعني بتحب توجه رسالة للبلدية سيد محمد؟ بلدية الرصيفة يعني نوجه لها يعني تحية وتقدير، لأنها نعم. يعني تعمل على هذا، لكن بدها حثاث أكثر من باب العمل. نعم. لخدمة المواطنين أكيد بدها دعم أيضا من جهات ودعم حكومة، دعم يعني من باب أكثر من الدولة لميزانية هذه البلدية حتى تقوم في واجباتها، خاصة أنها تقع في مخلفات الفوسفات والمصانع اللي موجودة. نعم. اللي هي لها أثر بيئي كمان على المنطقة. نعم، إحنا إن شاء الله بتنحل هذه المشاكل. صوتك وصل سيد محمد البكري، وأيضا نشكر بلدية الرصيف لتعاونها، إن شاء الله بتنحل هذه المشاكل إن شاء الله عما قريب. سيد محمد البكري، قبل نهاية هذا البرنامج الوطني، نحن نعيش في منظومة نعمة أمن وأمان، والحمد لله لنعمة الأمن والأمان. لو قدر لك في هذه الأيام أن تقابلت مع جلالة القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة؟ نشكر القيادة بكل طيافة وبكل تقديمها لهذا العمل، كذلك ندعو الدعم المباشر للمواطن الأردني من رفع معاناته من الغلاء المستمر ومن فتح آفاق استثمارية أكثر في مجتمع هذا الوطن. نعم أكيد، الله يديم نعمة الأمن والأمان. حماة الوطن العين السائرة، الجهات الأمنية لها دور دائم لبصمة ولاء وانتماء، وكلنا جنود لهذا الوطن أكيد، وأنت رجل من أمة هذا الوطن، شو بتحب توجه لهم رسالة تحية وجهود مشكورة لهم؟ والله نشكر جميع القطاعات الأمنية والأجهزة الأمنية التي تقوم على خدمة المواطن وخدمة القطاعات بشكل كامل، كان إنشائية ولا صناعية، كذلك ندعوها إلى المتحافظة على يعني الاتصال المباشر بينها وبين المواطن بصورة إيجابية، ليست بصورة الجباية ولا بصورة التحكم فيها بصورة عكسية. نعم سلام. أكيد بضم صوتي إلى صوتك سيد محمد البكري الله يديم نعمة الأمن والأمان على سائر بلاد المسلمين، مدام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. سيد محمد البكري، حابين نحدد السادة المشاهدين موقع شركة المعراج للمقاولات، أكيد لديكم صفحة الويب سايت على الفيسبوك، تفضل. شركة المعراج للمقاولات تقع في منطقة حي رشيد في الرصيفة. نعم. تابعة للرصيفة، وإلها يعني مكاتبها الرئيسية، وهي تقوم في هذا العمل بصورة يعني اشتراكها في نقابة المقاولين وفي نقابة المهندسين من خلال المهندسين الأعضاء في هذه الشركة أو موظفين في هذه الشركة، وإلهم نشاطهم المهني والاجتماعي على مستوى الوطن كله. كما ذكرت نقابة المقاولين أيضا، شو بتحب توجه لهم رسالة وتحية؟ أكيد نقابة المقاولين الكل نقابة بالكل المقاولين يعني. نقابتنا، وبالتالي إحنا بنهتم فيها وهي تهتم فينا، إحنا نطالب النقابة في الوقوف مع أفرادها ومع البنية التحتية يعني اللي أنشأت هذه النقابة، هم أعضائها، وبالتالي اهتمام في مشاكلهم وفي ظروفهم المهنية، الدفاع عن حقوقهم. نعم. المطالبة في استحقاقاتهم المالية في كل قطاعات الدولة. وقبل نهاية البرنامج أيضا سيد محمد البكري، شو بتحب توجه رسالة لعيد الأم؟ كل عام وكل مشاهده بخير، لعيد الأم أكيد أمنا وغالية علينا، تفضل. في البداية أتقدم بالدعاء للوالدة العزيزة ووجهها من خلال برنامجكم ومن خلال إذاعتكم هذه. نعم. التحية وإجلال وتقدير هذه الأم الحنونة. نعم. التي يعني هي ربة هذا الجيل وربة هذا المجتمع. نعم. ونوجه يعني نتوجه بالدعاء الكامل لكل أمهات الشباب وكل أمهات المسلمين في الصحة والعافية والعطاء، وهذا العطاء الكامل الذي ينتج هذا الجيل المندفع إلى دينه وإلى وطنه، وبارك الله في هذه الجهود الطيبة. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الأعمال المعروف السيد محمد البكري صاحب شركة المعراج للمقاولات في منطقة الرصيفة، وله إنجازات كبرى ما شاء الله ونشاطات مؤخرا وإن شاء الله مستقبلا. أتمنى لك توفيق سيد محمد البكري، وشكرا جزيلا لدعمك لبرنامجنا الوطني. الله يعطيك العافية.